لاما لاما يا عدل لاما لماريو يا ولد عدل لنفسه وشوط يا لعيب يا لعيب يا كبير جول جميل جميل يا ماريو مارتينيز. بقول لك عدل لعيب كبير لعيب كبير قول زي ما انت عايز تقول يجيب جول من اجمل واحلى اهداف الدوري الجول اللي جابه ماريو مارتينيز الهندوراسي ده. المهاره العاليه الامكانيات والقدرات الخاصه على اعلى اعلى مستوى. شوف عدل من عدلته كده تقول جول من عدلته وهو بيعدل لنفسه تقول جول ويسجل الهدف الثالث وهدف تامين الفوز والنقاط الثلاث لامبي من اجمل واحلى ما شاهدت من اهداف هذا الموسم. بدأها هو شوف لاما شوف لف ازاي شوف لف عمل ايه ده ايه ده ايه ده لف وشاط ودار وحطها يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب يا كبير يا ماريو يا مارتينيز. لمسة اللعيب اللي بقول عليه دايما اللعيب المهاري اللعيب الحريف ويسجل الجول الثالث الجميل في الدقيقة 79 ماريو ماريو مارتينيز وجول جول بيرد عليا وعنده عندك يا ماريو عندك الحساسية بتاعت اللقاء يا راجل ده انت نازل مسخن جاهز 79 ماريو مارتينيز يحط الكرة بمعلمة الحقيقة على يمين محمود ابو السعود عشان يبقى الهدف الاول لنادي انبي وتبقى سجل تاريخ الفريقين او لقاءات الفريقين ما فيهوش نتيجة سلبية. قلت لكم في كلام كتير وفي اهداف كتير وادي لسه تاني وادي العرضيه وعاشور وترجع الهدف الثالث الثلاثيه وماريو مارتينز مش ممكن بيكافئ على عبد العال وهدف ثالث عالي العال لفريق انبي في يعني في اقل من دقيقه في الدقيقه 39 وماريو مارتينز يضع الهدف الثالث لفريق انبي 3 انبي لا شيء. المقاولين مش ممكن اللي يتابع المباراه دي من بدايه اللقاء ما يقولش ان النتيجه توصل في النهايه 3-0 لانبي ويفصلنا 6 لقاءات وتعود الانتصارات على يد هذا المدرب علاء عبد العال. قلت لكم هو ده الاختبار بالنسبه للمدرب علاء عبد العال، مدرب على كفاءه، مش لسه هيختبروه النهارده، مش لسه هنقول كفاءته، اثبت تفوق وجداره وشغل مدربين وتوظيف لاعبين مع الداخليه طوال 7-8 سنوات. ياخد كورته ويعدي عمرو بقوه، ممكن يلعب العرضيه، عمرو مرعي وادي العرضيه لبره ماريو مارتينيز وجول جول. لا جول حلو، جول حلو وفي قوه وفي مباغته سواء من عمرو مرعي او من ماريو مارتينيز وفي المهاره، يعني بصوا حضراتكم عزم وبشماله على طول على شمال مصطفى عبد الستار جول جميل خدها وعدى بسرعته وعدى بقوته ولعبها عكس اتجاه المدافعين لعبها لبره ماريو مارتينيز وقف وبشماله على طول بقضيه انما يطلع الباك الشمال كريم مسعد وتاني لعبت الكره على طول لقعود قعود وجول جول ماريو مارتينيز يا 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 انما هو عارف ان هيثم ما يقدرش يروح على الكره حطها مش قويه لكن راكنها في زاويه. ماريو مارتينيز يتقدم لامبي في الدقيقه كام؟ الدقيقه 109 وهو هيثم الكاميرا مركزه عليه في الدقيقه 109 ماريو مارتينيز اللاعب الهندوراسي يسجل هدف ياه يا 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 ادي اهو بص حطها حلو قوي. بص هو عارف ان خلي بالكو لسه بتكلم على رشوان كان بيلعب في نهائي الوزن الثقيل للجودو في دورة الالعاب الاولمبية في لوس انجلوس عام كابتن عبد الناصر اهو بيسلم عليه على ماريو مارتينيز نهائيات الدورة الاولمبية في لوس انجلوس 84. بصوا حط الكره ازاي بصوا ادي قعود بصوا حطها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بصوا هيثم ما قدرش زي ما بنقولها كده باللغه 8-7 لعيبه من انبي جوه ال 18. ماريو هيلعب ماريو يلعب واحده طويله جول 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 ماريو مارتينيز معديه ورايحه يا راجل من بدري من شرويدة واحد من ناصف ادي استلام ماريو مارتينيز داخل المنطقة هدف التعادل ممكن يا حظك يا امبي سموحة ثلاث نقاط غالية جدا ترفع رصيدهم للنقطة رقم 34 ويحتلوا المركز الرابع في المربع الذهبي
يرجعها لاحمد عبد الظاهر، تلعب لوان 3، ماريو مارتينيز عايز يعدلها على شماله، ممكن التسديده في القائم رب توصل له. بصوا التسديده مره تانية، ماريو مارتينيز سددها على شمال عواد اللي حاول معاها لكن كان مكانها في المرمى، بتيجي في القائم وتترد. هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق، والله محمد عواد لمسها، دي كانت في المرمى. فرصة لا تضيع يهدرها الإفواري يحيى تراوري. مرة تانية تحضير من إمبي، ودي الكرة المسقطة، ودي اللمسة، جول 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 جول. واللي يضيع يستقبل، واللي يضيع يستقبل، وعمر مرعي كلاكت تاني مرة اون جول، حط الكرة وتحرك 10 على 10 ويحطها بليسنج. التاني للجولة التانية، شايفين حضراتكم التمريرة حلوة ومفضي نفسه حلو، مفيش أجمل من كده. ودي لمسة الهداف على طول، يستغل تقدم محمود شكري ويحطها هو ده. هيحل ضيفا على عروس القناة المدينة السحر والجمال لدى الدراويش الفريق الجريح واللي تعرض للخسارة 2-1 أمام سموحة. هذه كرة ملعوبة، عمرو مرعي، هوبا ينجح عمرو، أخيرا راح وزار الشباك وسدد كرة أرضية، تمريرة رائعة جميلة في مساحة خالية، هرب من رقابة الونش وأخيرا زار شباك جنش، وبالتالي الفريق المتعطش لكي يزيد من المباراة متعة وإثارة وسخونة تأتينا الآن مع الدقيقة 85. شوفوا الاستلام، كرة داخل منطقة الجزاء، ترجع تاني لمبي لماكولين، هدف أيضا لماكولين. حتى الآن مفيش تهديد على المرمى، توصل الكرة جوه 18، مفيش تسلل لكن في إضاعة للفرصة من محمود قعود، تماما معاه مصطفى عبد الستار، كان ممكن يحطها بشكل أفضل من كده، ويا سلام لو لعب العرضية. بصوا حضراتكم صلاح عاشور هو والمرمى، سليمان وماريو مارتينيز في لقطة من التركيز على طول بيلعبها المرة دي على القائم الأول، ودي جول جول عن طريق النيران الصديقة، النيران الصديقة بتعيد فريق إمبي إلى أجواء اللقاء، والكرات الثابتة قد تأتي بالحل. أدي الكرة بالفعل، نيران صديقة، نيران صديقة عن طريق مين؟ وهو ثالث الأهداف. عمرو مرعي، يا سلام على نقل الكرة عند ماريو مارتينيز، مارتينيز يلعب عرضية خطيرة وعمرو مرعي، والهدف الثاني. عمرو مرعي يؤكد أنه قادم بقوة وهداف بدرجة امتياز، امتياز عمرو مرعي في مباراة النهاردة، بيضع الهدف الثاني لنادي إنبي في الدقيقة 81 من المباراة علشان يؤكد تفوق الزعيم البترولي نادي إنبي بهدفين مقابل لا شيء حتى الدقيقة 81. 2 إنبي لا شيء، فريق طلائع الجسم زي ما قلت في قبل المباراة ان نادي انبي كعبه عالي على فريق طلائع الجيش من خلال عدد المباريات اللي لعبها، لكن شوف الكرة، هو التوفيق وعدم التوفيق. التوفيق كان بعيد في الشوط الاول، بعيد في جزء كبير من الشوط الثاني، لكن يجي مرة تانية يرجع لعمر مرعي وتبقى النتيجة 2-2. في نفس التوقيت في ملعب بيترو سبورت، انبي بيفوز على الفيوم 2-0 بالهدفين اللي احرزهم عمر مرعي في الشوط الاول. وكده جدا جدا وائل فراج بيدي الاستحواذ، وادي المساحة في الجبهة اليمنى، وادي العرضية، جول 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 جول. اول جملة، اول جملة واول اهداف وائل فراج. وائل فراج بيقدم نفسه وبيقدم لنا الهدف الافتتاحي في الدقيقة 5، وزي ما انبي معودنا في الاربع لقاءات الماضية دايما دايما بيتصدر المشهد في احداث الشوط الاول، ولكن الجملة حلوة، ثلاث تمريرات وكرة عرضية متأشرة بالمسطرة لصاحب القامة العالية وائل فراج. ادي ماريو مارتينيز يا ولد بالمسطرة على الراس حربة المتقدم اللي اجاد وتألق في الموسم الماضي مع المقصة، واحد الانتقالات الجديدة لفريق انبي وماريو مارتينيز على التنفيذ، هيلعب الكرة الطولية وجول جول، بيعود انبي قبل نهاية الشوط الاول، واحنا بنعلن عن الوقت المحتسب بدل من ضائع في الدقيقة الاولى منه. بصوا اتلعبت ازاي لوحده تماما، بص 4 لعيبة من انبي جوه 18، فين هنا التغطية الدفاعية،
فين الالتزام الدفاعي؟ مباراه ايجابيه يعني يحسب للفرقتين بصراحه ان هم بيلعبوا من اول دقيقه مباراه مفتوحه. نعم. يعني انبي مش عامل حساب ان هو بيلعب اسماعيليه، نازل يهاجم. هنشوف ان فرصه زي دي كابتن صلاح عاشور يمكن لو دخلت كان ممكن يحصل سيناريو تاني في المباراه. صلاح عاشور اضاع اكتر من فرصه، احمد عبد الظاهر اضاع اكتر من فرصه، ماريو مارتينيز النهارده نجم اللقاء يعني يا كابتن. دي الحاجات المؤثره، لكن هو انا رايي على المستوى الشخصي كابتن هو من الفراوده الفايتر جدا، محارب جوه الملعب، بيقاتل على كل كوره. دي عنده فرصه عظيمه دي بقى. دي فرصه. دي كان قعود 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 ده فيرود جامد جدا. ما انا بقول على كابتن الاربعه اللي لعبوا كلهم عندهم 80% صحيح. شوف كام مره وصلوا للجون. يعني عندنا كابتن هنلاقي صلاح عاشور ضايع، قعود ضايع، احمد عبد الظاهر ضايع، في كل واحد منهم ضايع في سنة او ثلاثه بالظبط. فده لسه بيحاول بيناور مره ثانيه، مارتينيز يلعب العرضيه والهدف الاول للفريق البترولي. حلو براسيه جميله جدا، ادي العرضيه والراسيه في اقصى اليمين. يعني ممكن يشتغل الرميت تماس دي يعمل منها حاجه قويه جدا للتيم. مره تانية طويله، يلا مارتينيز يا ولد حدوته، مره تانية الباص جميله جدا يا ولد يا ولد يا ولد. لا لا لا، مارتينيز ده حدوته، مارتينيز ده حدوته، مش حقك يا فعود ده. مارتينيز عدى ولفها لك في علبة قطيفة وقال لك كل سنة وانت طيب. بص الراجل عدى ايه ده بيتمشى وعمل التمريرة الجميلة وبص يا راجل، مش ممكن مش ممكن. مارتينيز عدى على الوقف، مارتينيز قال له تسمح لي بالرقصة دي، قال له ما عنديش مشكلة، عدى وعمل له الاسيست الجميل جدا. وقعود قلبك حنين يا قعود، قلبك حنين يا قعود. كلفهم ركل الجزاء عشان كده رد الفعل والنتيجة كمان. ملعوبه الكره عند ماريو، طويله اماميه راحت لرفعت، خطير رفعت، انما الغرباوي مش ممكن. احمد رفعت، احمد رفعت والغرباوي اللي بيطلع النهارده الانفراد الثاني ليه عشان لما كولين لماريو، لمسات ماريو، صلاح صلاح ده عمرو مرعي برده. مش ممكن مش ممكن، عمرو مرعي يا راجل خد محمود شكري على مره يا راجل، فيها الكلام دي؟ عمرو مرعي في اقل من دقيقه مرتين بانفراد المره دي كامل وخدها وما سابهاش لصلاح عاشور. مفيش رايه ولا صفاره مظبوطه، القرار 100%. شوفوا حضراتكم تمريره ماريو هنا، هو بيلعبوا من قلب دفاع الشرقيه. شوفوا اهي يا راجل، ده الراجل ده خده لبره وحطها، ده جون فاضي اهي. مره ثانيه وثالثه، شوفوا حضراتكم هنا عمرو مرعي ما بصش على محمود شكري، حطها مش وحش، لكن لو خدها يبقى مبدا الضمان اكتر واكتر، يطلع لبره وعلى طول يبقى الجون فاضي يحطها، لكن فرصه هدف ثاني تضيع من ايه في اقل من دقيقتين.